مياه السيول والفيضانات ممكن تشكل خطر صحي كبير، لأنها ممكن تحمل معها حاجات مؤذية، ممكن تكون حاملة لمخلفات الإنسان والحيوانات، الحاملة أمراض بالإضافة لبكتيريا والمواد الكيميائية، أو حيوانات برية أو مواد أخرى غير ظاهرة ممكن تسبب خطر على الصحة. لازم تحاول تتجنب التعرض لمياه السيول والفيضانات قدر الإمكان، حتى لو كانت ظاهرة إنها آمنة وما غريبة، لكن لأن الحاجة دي ممكن تكون صعبة على الناس الموجودين في المناطق المتضررة، هقدم لكم بعض النصائح المهمة للتعامل مع الوضع. أول حاجة، زي ما قلنا، لازم نحاول قدر المستطاع إنه نقلل التعرض لمياه السيول والفيضانات حتى لو كان شكلها آمنة، لأنه حوالي 15 سنتيمتر بس ممكن ترمي لها زول، وحوالي 30 سنتيمتر بس ممكن تأخذ معها عربية في مجرى السيل. انتبهوا لتقدير ارتفاع المياه، لأنها ممكن تكون أغرق مما هي ظاهرة. تاني حاجة، لازم تتجنبوا التواجد في الغرف والمناطق لو المويه مغطية مخارج الكهرباء، أو اللي بيكون فيها أسلاك أو أعمدة كهرباء واقعة. في حالة سمح صوت تشقق أو فرقعة، يجب إخلاء المكان مباشرة، لأن هذه ممكن تكون نتيجة حدوث التماس كهربائي. ثالث حاجة، أي ظل بتعرض لمياه السيول والفيضانات لازم يغسل المنطقة اللي تعرضت للمويه في الجسم بالمويه النظيفة والصابون في أسرع وقت ممكن. في حالة إنه ما في مويه وصابون متواجدين، ممكن يستخدم المعقمات اللي بتحتوي على كحول. من المهم شديد غسيل اليدين بعناية شديدة قبل الأكل وقبل ما تلمس الوش، لأنه زي ما قلنا مياه السيول والفيضانات ممكن تكون حاملة لبكتيريا ضارة زي الكوليرا. البكتيريا دي ممكن تعرضكم للأمراض، تحديدا أمراض الإسهال. الإصابة بالإسهال ممكن يكون خطر شديد، بالذات للكبار والصغار في السن، لأنه بيسبب التجفف ويؤثر على كمية الدم، ودي ممكن تسبب مشاكل كثيرة. لنفس الأسباب، لازم تتجنبوا الفاكهة والخضروات اللي تلوثت بمياه السيول، لأنها بتكون حاملة للأمراض دي برضو. نفس الشي مع الموية، لو ما في وجود لمصدر موية نظيفة، ممكن تساعدوا في قتل الجراثيم في الموية بغلي الموية لمدة دقيقة على الأقل، حتى لو الموية شكلها نظيف، عشان الجراثيم ممكن تكون موجودة حتى لو ما في تغيير في شكل الموية. وبعد الغلي لازم تتحفظ في حاويات مغلقة. انتبهوا انه غلي المويه ما حيغطي على التلوثات الكيميائيه او الوساخه، وعايز اكد لكم انه الغسيل بالمويه والصابون او استخدام المعقمات اللي بتحتوي على الكحول ما بس لليدين، لكن حتى الرجلين او اي منطقه في الجسم اتعرضت لمياه السيول والفيضانات، لانها ممكن المويه دي تكون حامله للميكروبات بتسبب امراض الجلد. من المهم جدا عدم السماح للاطفال باللعب في مياه السيول والفيضانات او جنبها، لانهم عاده ما بيلتزموا بالتقيد باجراءات السلامه. طبعا لازم تتغسل حاجاتهم اللي بتتأثر بالموية الملوثة. لو في زول اتصاب بجرح نتيجة للتعرض لشي حاد جوا الموية، لازم يتم غسل الجرح قدر الإمكان، ولازم يطلب المساعدة والفحص الطبي عشان يعرف لو كان محتاج لقاح ضد التأنس للوقاية من المرض بالذات. وزي ما قلنا، لازم يتم غسل مكان الجرح بالموية والصابون وتغطية الجرح للمحافظة على نظافته. في حالة احمرار مكان الجرح أو الورم أو وجود ألم أو صديد، لازم الكشف الطبي، لأن الأعراض دي ممكن تكون دليل على الإصابة بعدوى أو التهاب في الجرح. مرضي السكري لازم يكونوا أكثر حذر لعدم التعرض للجروح والكشف على أنفسهم للبحث على الجروح. في حالة إنه لقوا عندهم جرح، لازم يبعدوا من الموية الملوثة مهما كانت الظروف، لأنهم معرضين لخطر أكبر للإصابة بالعدوى والتعقيدات الصحية المتعلقة بالمرض السكري. أتمنى لكم الصحة والسلامة والتحسن في الظروف دي في أسرع وقت. أشوفكم المرة الجاية.